تحذيرات من خبراء الأرصاد خلال الساعات القادمة، حيث نشهد تساقط أمطار ورياح ستؤثر على مرضى الحساسية والأطفال. وفي تغطيتنا نستعرض لحضراتكم تفاصيل حالة الطقس، كما سنقدم أيضا نصائح لمرضى الحساسية والأطفال في ظل هذا الطقس السيء. هيئة الأرصاد الجوية أعلنت استمرار موجة الصقيع الباردة على البلاد وانخفاض أيضا درجات الحرارة على جميع الأنحاء. وتوقعت أيضا أن يشهد اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد. حذرت أيضا من تقلبات الطقس واختلاف درجات الحرارة لأنها لها تأثير على مرضى الحساسية، وهناك أيضا مرضى يؤثر عليهم بشكل كبير بخاصة كبار السن والرضع والأطفال أقل من 3 سنوات. أيضا أشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تتساقط اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 50% تقريبا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة أيضا. من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثير البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا منخفضة في قيم درجات حرارتها مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزء من أشعة الشمس وتساعدنا بالفعل على الإحساس بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة. أيضا لفتت الدكتورة منار غانم إلى أن الأجواء ستكون مائلة للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائلة للبرودة أيضا على السواحل الشمالية الغربية، شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد. من المتوقع أيضا استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بسبب المنخفض الجوي المتواجد حاليا في طبقات الجو العليا، على أن يتعمق المنخفض غدا الخميس ومعه أمطار متوسطة تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وأيضا شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، أيضا أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث حوالي 50% تقريبا على فترات متقطعة أيضا. أشارت أيضا إلى أننا سنشهد غدا أمطارا خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد بنسبة حدوث حوالي 40% تقريبا على فترات متقطعة. كما أشارت أيضا إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب الصعيد. لفتت أيضا إلى أن البحر المتوسط سيكون معتدل وإلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 3 أمتار، والبحر الأحمر سيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر. ذكرت أيضا إلى أن الأمطار مستمرة حتى الأسبوع القادم مع وجود مزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. نظرا لهذه التقلبات الجوية فقد تتسبب في زيادة إصابة الأطفال بنزلات البرد، ذلك قالت الدكتورة إيمان علي استشاري طب الأطفال في القصر العيني أن تقوية مناعة الطفل خلال تقلبات الطقس تعد من أهم النصائح التي تقدم للأم خلال هذه الفترة وتجنبها للمعتقدات أو تجنبها للمعتقدات القديمة غير الصحية والتي تعرض الطفل للكثير من المشاكل الصحية. وضحت أيضا أنه عند ارتفاع حرارة جسم الطفل ليس من الصحي أن يوضع تحت ماء بارد لأنه يتسبب في إصابة الطفل برعشة شديدة تعرضه لارتفاع أكثر في حرارة الجسم، ولكن الأمر الصحيح هو وضعه تحت ماء فاتر، فهذه الحيلة تساعد على تنظيم حرارة الجسم.
قدمت أيضا استشاري طب الأطفال بعض النصائح الصحية المهمة لتجنب تفادي إصابة الطفل بنزلات البرد خلال تقلبات الطقس، ومنها أولا الاهتمام بتنظيف أيدي الطفل باستمرار لأنها تقلل من فرص إصابته بنزلات البرد، لأنه يتعامل بشكل ملحوظ بيديه وعند تنظيفها باستمرار فإنه يتم الحفاظ على صحته. أيضا يجب تفادي التعرض للتراب والأدخنة لأن الأطفال تتأثر بهذا بشكل ملحوظ، وهذا يزيد أيضا من تعرضهم للكثير من المشاكل الصحية وخصوصا لو كانت تعاني من الحساسية. أيضا الاهتمام بإمداد الطفل بالأطعمة الصحية التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي لديهم، ومنها البطاطا وقرع العسل وأيضا بعض الخضروات. ضرورة التعامل السليم مع ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل، وذلك عن طريق إمداده بالسوائل لأنها لها دور كبير في انخفاض درجات الحرارة. نختتم مع حضراتكم ببيان لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، السواحل الشمالية العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، جنوب سيناء العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، شمال الصعيد العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات، وأخيرا جنوب الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية. لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.